الحقيقه مش هتكلم عن الموضوع دوت فنيا، مش هتكلم عن استعدادات النادي الاهلي واستعدادات نادي الزمالك، لكن هتكلم على حاجه الحقيقه مهمه جدا جدا، وهي اللي احنا الصوره اللي نفسنا نشوفها ان شاء الله تكون موجوده يوم الجمعه اللي جاي. الحقيقه دايما دايما النادي الاهلي ونادي الزمالك الحقيقه يعني دايما بنتكلم عليهم، ومباريات النادي الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس والمعايير مختلفه والنتائج ما تقدرش تحددها، لكن لازم يكون فيها الثوابت، والثوابت ده ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه لازم تتبروز بشكل اكتر من رائع. اولا لقيمه النادي الاهلي ونادي الزمالك الحقيقه على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي او اكيد على المستوى المحلي. الجزء المهم جدا هو ترسيخ وتثبيت الصورة الرائعة من زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك والاستقبال الأكثر من رائع من أعضاء ورئاسة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب من خلال تقريبا الأسبوعين أو ثلاثة اللي فاتوا. الحقيقة الصورة ديت لازم تفضل ولازم نفتكرها، والصورة ديت لازم تتبروز في مباراة النادي الأهلي والزمالك في السعودية. هتقول لي إزاي؟ والله صور كتيرة جدا ممكن تتبروز. أولا داخل المستطيل الأخضر في التسعين دقيقة حارب زي ما أنت عايز، نافس زي ما أنت عايز بشكل شريف، وكل فريق بقدر إمكانياته وبقدر جهده وبقدر إصراره يفوز بهذه الكأس الغالية. الجزء المهم إن احنا نشوف صورة إن شاء الله تكون متواجدة في مقصورة الاستاد بتواجد مجلسي إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك جنب بعض، نشوف قبل المباراة ان الفرقتين بيسلموا على بعض الاجهزة الفنية واللاعبين. الجزء المهم جدا حتى خلال المباراة زي ما بقولك تنافس زي ما انت عايز باصرارك وقوتك وعزيمتك وكل ما اوتيت من قوة، ولكن في لقطات الحقيقة بتبقى في المباراة بتعكس هذه الصورة، لقطات من الروح الرياضية اللي لازم تكون موجودة في الملعب ما بين اللاعبين، لقطات على التحكيم عايز تاخد كل واحد اكيد عايز ياخد حق، ولكن بصوره تشرف الناديين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. الاعتراض على الحكم بالصوره اللي بنشوفها في الدوري المصري مش مطلوبه. الصوره الرياضيه اللي لازم تكون موجوده ما بين لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك لازم تتبروز بشكل كويس. الحقيقه الرساله اللي من داخل المستطيل الاخضر ده هي اللي بتوصل للجماهير في المدرجات. الجماهير في المدرجات بتاخد من الاكشن، بتاخد من ردود افعال اللعيبه مع بعض وبتنقلها للمدرجات. لو لقينا شغف ولقينا خبط ولقينا رزع ولقينا اعتراض ولقينا خناقات ده هيتنقل للمدرجات، وده مش مطلوب. الحقيقه ده مهم جدا 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 في الفتره اللي جايه. زي ما بقول لحضراتكم الصوره الرائعه اللي ظهرت خلال الاسابيع اللي فاتت ما بين مجلسي نادي الاهلي ونادي الزمالك، كمان على مستوى اللاعبين احنا عارفين على مستوى اللاعبين كلهم اصحاب واخوات وكل حاجه، لكن الصوره اللي تبان وخاصه انك بتلعب بره مصر في يعني النسخه الاولى في التاريخ ان النهائي كاس مصر بيتلعب خارج الاراضي المصريه في الدوله العربيه الشقيقه السعوديه، فدي كمان لازم توصل رساله على المستوى الفني ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي ونادي الزمالك على المستوى الفني، ونقدم مباراه رائعه ونقول للكسبان مبروك، والراجل اللي كسب يقول للمغلوب هارد لك. الصوره الثانيه اللي عايز انقلها لحضراتكم ما بعد المباراه، بنشوف في الدوريات الكبيره بنشوف نهائيات الشامبيونز ليج حرب خلال 90 دقيقه، حرب ما بين اللاعبين، ولكن مع نهايه صفات الحكم بتلاقي كل اللعيبه بتسلم على بعض وكل الناس المدربين بتسلم على بعض واللعيبه بتحيي الجماهير هنا وهنا، وبتلاقي صوره الحقيقه صوره رائعه رغم ان كان في بقول لك حرب في التسعين دقيقه، حرب ما بين اللاعبين، حرب شريفه، تنافس شريف في كره القدم، لكن ما بعد المباراه الحقيقه دي كمان صوره لازم ان شاء الله باذن الله تكون على اعلى مستوى. الفريق المهزوم ايا كان بيعمل ممر شرف للفريق الفائز، بيحييه بشكل كويس، بيكون في تبادل للتحيه ما بين المدربين ما بين اللعيبه ما بين اللعيبه والحكم ما بين اللاعبين ايا كان الفريق وجماهيره. الصوره الحقيقه ديت ان شاء الله لازم تكون موجوده، وانا باكد على ده لان الحقيقه قيمه نادي الاهلي ونادي الزمالك وقيمه الكره المصريه الحقيقه قيمه كبيره جدا جدا، لازم ده يتبروز بشكل سليم.
وده الحقيقه مش محتاج مجهود كبير، لان دي هو ده الطبيعي اللي بتكلم عليه. المفروض هو ده يكون الصوره الطبيعيه، مش الصوره اللي احنا بنسعى عليها. ان شاء الله خلال الفترات اللي فاتت كان في الحقيقه صور كتيره جدا رائعه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك من خلال تبادل زيارات، والنادي الاهلي يعني دعا كمان مجلس اداره نادي الزمالك انه يتواجد في النادي الاهلي. الحقيقه ده مهم جدا كمان على المستوى على مستوى تقييم الفرقه، على المستوى التسويقي. واحنا ليه رحنا لعبنا في السعوديه؟ الناس كانت بتعترض كاس مصر لازم يتلعب في مصر. خلي بالكم يعني كرة القدم بقت صناعة دلوقتي، وأي جزء ممكن تكسب منه فلوس سواء النادي الأهلي أو الزمالك أو اتحاد الكورة أو المنظمين أو الرعاة أو ده شيء جيد الحقيقة. أنا عارف إن شاء الله هتكون الصورة جميلة جدا، في استعدادات رائعة هناك في السعودية لاستقبال الفريقين، في برامج ترفيهية قبل المباراة، في جوائز كبيرة جدا لأحسن لاعب في المباراة، وفي جوائز للفريق الفائز بشكل كويس. الحقيقة كل ديت قيمة تسويقية تستحق، النادي الأهلي ونادي الزمالك يستحقوا هذه القيمة التسويقية مفيش شك. والصورة الرائعة إن شاء الله اللي هتوصل لنهائي كأس مصر في السعودية كمان على المستوى التسويقي، على المستوى الانفست، على مستوى الاستثمار الرياضي، ده شيء أكتر من رائع. العملية كلها وين تو وين، يعني كلها مكاسب، الرعاة بتكسب، البلد المنظمة بتكسب، ما بالك ان اول ما اطرحت التذاكر بعديها بساعه واحده كان في طلب اكتر من يعني وصل لاكتر من 500,000 طلب على تذاكر النادي الاهلي والزمالك في هذه المباراه، طلبات كتيره جدا بعد طرح التذاكر بساعه واحده كل التذاكر خلصت. فده بيقول لك ان قد ايه قيمه النادي الاهلي ونادي الزمالك الحقيقه، وان كل الناس بتحب تكون موجوده في هذا المحفل الكبير ان شاء الله نهائي كاس مصر في السعوديه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الصوره اللي قلتها لحضراتكم انها تكون موجوده، صوره الكره المصريه، صوره كيان كبير زي النادي الاهلي ونادي الزمالك تتبروز في منافسه شريفه قويه واداء فني رائع كلنا نستمتع به بعد المباراه، ايا من كان الفائز بهذه الكاس، الكسبان يقول للخسران هارد لك، والخسران يقول للفائز الف مبروك. وهي دي كرة القدم، وهي دي الروح اللي نتمنى إن شاء الله نشوفها دايما في ملاعبنا.